التغذية ما مصادر الأغذية التي أتناولها الأسبوع ثلاثة الحصة الأولى الهدف التعلمي أحدد مصادر الأغذية التي أتناولها انطلق الاحظ بعض الاغذيه التي اتناولها خلال وجباتي الغذائيه لحم. أرز. تفاح. طماطم. بطاطس. ماء. أتساءل: كيف أميز بين الأغذية التي أتناولها؟ أفترض: أميز بين الأغذية التي أتناولها من حيث نوعها. أميز بين الأغذية التي أتناولها من حيث أصلها. ابحث في وثائق خاصه بالتغذيه عن مصادر الاغذيه التي اتناولها اصنف بعض الاغذيه التي اتناولها حسب مصادرها خبز حليب سكر ماء بيض بطاطس ملح الطعام لحم استخلص املا الفراغات بما يناسب نباتي مصدرها متنوعه معدني حيواني الأغذية التي أتناولها متنوعة يمكن تصنيفها حسب مصدرها إلى أغذية من مصدر نباتي كالخضر والفواكه والحبوب أغذية من مصدر حيواني كاللحوم والحليب والبيض أغذية من مصدر معدني كالماء وملح الطعام أستثمر أحدد مصدر كل غذاء فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه فهذا يدعمنا كثيرا